ننتقل إلى السؤال رقم 1. أتمم التحويلات التالية كما في المثال. إذا لدينا جدول التحويل، لدينا مجموعة من السعات، مطلوب منا تحويلها إلى القياسات المطلوبة اللي هي الديسيلتر، اللتر والمليلتر. لاحظوا مع المثال، لدينا 30 ديسيلتر، كتبنا 30 داخل الجدول، وضعنا صفران إلى المليلتر، أصبحت 3000 ميلي لتر، 600 ميلي لتر. أيضا سنضعها داخل الجدول ونحولها إلى الديسي لتر، 900 سنتي لتر سنحولها إلى اللتر، وأربعة ديسي لتر وتسعة سنتي لتر سنحولها أيضا إلى الميلي لتر. السؤال الثاني، ألون بالأزرق السعات التي تساوي 1 لتر، وبالأحمر السعات الأصغر من 1 لتر. إذا مجموعة من البطاقات بها سعات مختلفة، سنلون باللون الأزرق السعات التي تساوي 1 لتر بعد التحويل إلى اللتر بطبيعة الحال، ثم السعات الأصغر من 1 لتر سنلونها باللون الأحمر. السؤال رقم 3، أحول إلى الوحدة المطلوبة. إذا لدينا 4 لتر 75 سنتيلتر تساوي كم بالسنتيلتر؟ 250 ديسيلتر كم بالسنتيلتر؟ 7000 مليلتر كم باللتر؟ و 53 لتر كم بالسنتيلتر؟ إذا هنا أيضا سنحتاج إلى جدول التحويل. السؤال رقم 4، أتمم بكتابة الوحدة المناسبة. إذا هنا لدينا السعات ولدينا الأعداد، ثم مطلوب منا كتابة الوحدة المناسبة. 9 ديسيلتر 40 مليلتر تساوي 94، 3 لتر 50 سنتيلتر تساوي 350، ثم تساوي 35، 6 ديسيلتر 80 مليلتر تساوي 68 وتساوي أيضا 680، و 250 سنتيلتر تساوي 25، ثم 2500. إذا سنبحث عن الوحدة المناسبة باستعمال الجدول أيضا.